الكلمة الحرة غالباً ما تؤذي أكثر من سهام الغدر، هذا ما تعودت عليه 17. إلا أن البعض الذي يرفض مواجهة الحقيقة إن لناحية إيماننا من خلال التقرير الذي نشرته 17 والذي يشرح فيه كيف أن الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين مهدد بالزوال، وهو والممانعين على أشكاله يريدون التفاوض وخدمة أعداء الوطن والمواطن. أما المنزعج الآخر في لندن فهو وحسب بعض المصادر أنه يتحضر لرفع دعوة ضد 17 بواسطة أحد أصدقائه المقرب من حزب الله، لأننا قمنا بواجبنا الإعلامي ونقلنا رأيا لزميلة اقتصادية بيّنت فيه الوجه الآخر الغير معروف بالنسبة لعارفيه. ونقول من 17 للذين يريدون توضيح ما ننشره أو الرد على ما ننشره، فإن شاشتنا هي مساحة لحرية الرأي والرد.